شبكة بصائر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتنا في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في شرح ألفية بن مالك يتناول حكم تخفيف إن وأخواتها وما يطرأ عليها من التغييرات في العمل عندما تخفف. قال ابن مالك رحمه الله: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالفصل، فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو، وقليل ذكر لو، وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. قوله رحمه الله: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. قوله وخففت إن فقل العمل، أي أن إن التي هي أم الباب، التي هي أهم هذه الأدوات وأكثرها ورودا وعملا، تخفف فيكون عملها قليلا، والأصل أنها لا تعمل إذا خففت. فتقول: إن زيد لقائم، إن زيد لقائم. قال: وتلزم اللام إذا ما تهمل. فإذا أهملت إن بعد تخفيفها، فإنها لا بد من شيء يفرق بينها وبين إن النافية، لأنها اتحدت معها في اللفظ. فإن تأتي نافية وتأتي مخففة من الثقيلة، فلا بد من فرق، شيء يدل على الفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. فإن المخففة من الثقيلة تأتي معها لام التأكيد أو لام الابتداء أو اللام الفارقة. هذه اللام اختلف في تسميتها، واختلف هل هي أصلها لام الابتداء أو لام أخرى. المهم، هذه اللام يسميها كثير من النحاة اللام الفارقة، أي التي تفرق بين إن النافية وإن المؤكدة التي هي إن المخففة من الثقيلة، وهما متضادتان في المعنى. ولا تأتي إذا جاءت مهملة، لا بد من هذه اللام لتفرق بينها وبين إن النافية. قال: وتلزم اللام إذا ما تهمل. هذا هو الأصل وهو الكثير. قال: وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. أنا ربما استغني عن هذه اللام إذا بدا ما أراده الناطق، معناها إذا ظهر قصد المتكلم بها، فإنه حينئذ يستغنى عن هذه اللام الفارقة بين إن النافية وإن الشرطية. ومن ذلك قول الشاعر: ونحن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. لم يعملها ولم يأتي باللام الفارقة، ولكن الكلام هنا لا يحتمل إلا الإثبات، لا يحتمل النفي، لأنه يمدح نفسه وجماعته بأنهم أبات الضيم من آل مالك، فلا يمكن أن ينفي عنهم كرم المعدن، بل هو يريد أن يثبت لهم ذلك وأن يؤكده بإدخال إن عليه. ولذلك قال: ونحن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. فهناك قرينة معنوية تدل على أن إن هنا ليست نافية، وإنما هي إن المخففة من الثقيلة، وهذه القرينة أغنت عن اللام الفارقة، فلم يقل وإن مالك لكانت كرام المعادن، وإنما قال وإن مالك كانت كرام المعادن، فاستغنى عن هذا الفرق بهذا الأمر. ثم قال رحمه الله في تمام كلامه عن تخفيف إن، قال: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. إن المخففة من الثقيلة لا يليها غالبا إلا الفعل الناسخ، الفعل الناسخ سواء كان من أخوات كان أو من أخوات ظن.
هي فعلا زال اختصاصها بالأسماء ولم تعد خاصة بالأسماء، وصارت يمكن أن تدخل على الأفعال، ولكنها لابد أن تتخير من هذه الأفعال، فلا تدخل إلا على الأفعال الناسخة غالبا. لذلك قال فلا تدخل فيه غالبا بإن ذي موصلة. فمن دخولها على الأفعال الناسخة قول الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وقوله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، وكذلك وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن ظنك لمن الكاذبين، الله إن كدت لترديني، هو كثير في القرآن. فحينئذ لا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة في الغالب، ومن غير الغالب ما نقلوه عن بعض العرب أنه قال إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية، يزينك لنفسك يزينك، جاء فعل يزينك بعد إن مخففة من الثقيلة، وهو ليس فعلا ناسخا، وكذلك يشينك، ومنه قول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، إن قتلت لمسلما، إن قتلت فأدخلها على قتلت وهو ليس فعلا ناسخا. ثم قال رحمه الله إن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اشعل جملة من بعد أن. إذا خففت أن وهي مفتوحة الهمزة فيبقى عملها، تخفف أن فيبقى عملها، ولكنه يكون على شكل آخر غير شكله الذي كان عليه. قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، معناها الاسم لا بد أن يكون ضمير الشأن محذوفا، فيكون حينئذ ضمير شأن محذوفا. وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن، يكون الخبر أيضا جملة، اجتمع أمران، الاسم يكون محذوفا لضمير الشأن محذوف، والخبر يكون جملة. فمثلا إذا قلت علمت أن زيد قائم، علمت أن زيد قائم، ليس معنى ذلك أنها أهملت، ولكن التقدير علمت أن هو أي الأمر والشأن، ضمير يعود على الشأن، زيد قائم، أنه أنه زيد قائم. فهذا هو المقدر، هذا هو تقديره عند النحاة، علمت أن زيد قائم، تقديرها عندهم علمت أنه زيد قائم. وقد ورد بروز هذا الضمير، أو هو لم يكن مستتر وكان محذوفا، قد ورد إثباته مرادا به غير ضمير الشأن، ومنه قول الشاعر فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، لو أنك، فخفف أن وجاء باسمها ضميرا ليس ضمير الشأن وإنما ضمير مخاطبة، فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. ثم قال رحمه الله وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفين أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. يقول إذا كانت هذه الجملة التي يخبر بها عن أن المخففة من أن، فإن هذه الجملة إما أن تكون جملة فعلية فعلها متصرف أو تكون غير ذلك. فإن كانت جملة فعلية فعلها متصرف فلا بد من الفصل بين هذه الجملة وبين أن عند كثير من النحاة، وبعضهم يقول الغالب فيها الفصل، وبعضهم يقول الأحسن فيها الفصل مع جواز الأمرين، كما هو قول ابن مالك قال فالأحسن الفصل أن يكون فعلا ولم يكن دعاء. نعم المتصرف اشترط له لا يكون دعائيا، فإذا كان المتصرف دعائيا فإنه لا بد حينئذ
لا يحتاج إلى فصل. فما هي الأشياء التي لا تحتاج إلى فصل؟ أولا الجملة الاسمية كقولنا علمت أن زيد قائم، فهذا لا يحتاج إلى جملة اسمية، ولا ضير أن يفصل إذا كانت الجملة منفية أن يفصل بين أن والجملة بالنفي، نحو أن لا إله إلا هو، أن لا إله إلا هو فصل بحرف النفي، فبين أن وبين جملتها التي دخلت عليه عليها. فهذه الجملة الاسمية الأصل أنها لا تحتاج إلى ما يفصل به بينها وبين أن المخففة من الثقيلة. كذلك إذا كانت جملة فعلية فعلها جامد، نحو ليس وعسى، فكما قال الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يوجد فاصل. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أن عسى لم يأتي فاصل، وكذلك أن ليس للإنسان إلا ما سعى لم يأتي هناك فاصل. إذن الجملة الفعلية التي فعلها غير متصرف لا تحتاج إلى فاصل. ثالثا الجملة الفعلية التي فعلها متصرف لكنها جملة دعائية فهذه أيضا لا تحتاج إلى فاصل، كقول الله سبحانه وتعالى والخامسة أن غضب الله عليها، على قراءة الإمام نافع، الخامسة أن غضب الله عليها، فلا تحتاج حينئذ إذا كان الفعل دعائيا لا تحتاج إلى فاصل. أما إذا كان فعلا متصرفا غير دعائي فالأكثر الفصل، استطيع أن نقول الأكثر الفصل أو الغالب فيها الفصل، وعدم الفصل قليل، هكذا باستقراء الأمثلة نقول الغالب الفصل. والفصل يكون بأحد هذه الأشياء التي ذكرها ابن مالك، قال فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو، أربعة أشياء ذكرها، أولها الفصل بقد كما كقول الله سبحانه وتعالى ونعلم أن قد صدقتنا، صدقتنا فعل متصرف وليس فعلا دعائيا، وشاءت قبله أن المخففة من المخففة من الثقيلة، فجاز فحينئذ فصل بين الفعل وبين أن بقد ونعلم أن قد صدقتنا. والتنفيس ويكون بسوف أو السين، السين تنفيس أحد أمرين سوف أو السين، أما السين فمثالها قول الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى، يكون فعل، يكون فعل متصرف وجاء فصل بينه وبين أن بالسين. وسوف من الفصل بسوف قول الشاعر واعلم ففعل المرء ينفعه أن سوف يأتي كل، أن سوف يأتي كل ما قدر، واعلم ففعل فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي، ففعل يأتي متصرف ففصل بينه وبين هذا الفعل، هذه بين أن بسوف، وهذا هو المراد بقول ابن مالك أو تنفيس. ثم قال أو لو، فلو كقول الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء. وقبل لو قال أو نفي، فمن الفصل بالنفي قوله سبحانه وتعالى فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، وكذلك يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وكذلك يحسب أن لم يره أحد، ففصل بالنفي هنا في هذه الأمثلة. وأما الفصل بلو قال فقليل ذكر لو، قليل من ذكرها، ولكنه أيضا وارد أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا هو الفصل، ونلاحظ أن هذه الأمثلة كلها جاءت على الفصل. ومما أوردوا فيه عدم الفصل قول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي، علموا أن يؤملون، فأتى بأن، وهي ليست أن الناصبة للفعل بدليل أن الفعل مرفوع يؤملون، فعلمنا أنها مخففة من الثقيلة، ومع ذلك والفعل متصرف، ومع ذلك لم يفصل بينها وبينه فاصل.
ويذكر بعضهم أيضا لمن أراد أن يتم الرضاعة بالرفع، برفع هذا الفعل لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهي قراءة شاذة ويجعلها من هذا. ثم قال: وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي، كأن أيضا تخفف ويكون ضميرها ضمير الشأن، اسمها ضمير، يكون اسمها ضمير الشأن، ويأتي خبرها بعد ذلك، فنقول كأن زيد قائم، كأن زيد قائم، وكأن لم تغنى بالأمس. فالاسم هنا مستتر أو ليس مستترا، محذوف ضمير الشأن، ضمير الشأن محذوف. ومنه قول الشاعر: أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا، وكأن قد أي وكأن قد زالت، كأن قد زالت. وأيضا هذه تأتي في الترحل، كأن قد أي كأن قد زالت. وبعضهم يستشهد على مجيئها بمجيء خبرها جملة اسمية أيضا لم يفصل بينها أو جملة اسمية، يستدل عليه بقول الشاعر: وصدر مشرق النحر كأن ثدياه حقاني، فيرويه البيت بثدياه. وإن كان بعض النحاة يؤول تلك الرواية على أن هذا من إلزام المثنى الألف، ورواية البيت المشهورة كأن ثدييه حقان، كأن ثدييه حقان. وبذلك نختم درس اليوم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.